الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب استحباب طيب الكلام وطلاقه الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الباب باب عظيم، فيه بيان سماحة هذا الدين، وأن هذا الدين العظيم جاء بالأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة، ومنها طيب الكلام وطلاقة الوجه، فإن هذا من أعظم الأعمال الصالحة التي يتحلى بها العبد المؤمن، وهو من الأعمال الصالحة التي تثقل بها الموازين في ذلك اليوم العظيم. وذلك لأن حسن الخلق من أعظم الأعمال التي تثقل بها الموازين يوم القيامة، ومن الأعمال الصالحة التي تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم. وهذا يدل على محاسن هذا الدين، فقد جعل لهذا العمل الصالح هذه المزايا العظيمة ترغيبا في هذا العمل الصالح حتى يتحلى به المسلم، وهو الخلق الحسن، ومنه طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الأمة ونبي الملة، خير الأنبياء والمرسلين، خير من مشى على الأرض. يقول له سبحانه وتعالى: اخفض جناحك للمؤمنين. والتعبير بالجناح دليل على علو المنزلة، لأن الجناح يطير به المخلوق، فقال: اخفض هذا الجناح وهذا الارتفاع لمن؟ للمؤمنين. فخفض الجناح لا يكون لكل أحد، وإنما يكون للمؤمنين. وفي الآية الأخرى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أما خفض الجناح للكافرين فإنه لا يجوز، ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. هذا خفض الجناح للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. فالكافر لا يذل المسلم نفسه ولا يخفض الجناح له، وإنما يعامله بما يستحق، ولكن المسلم يعامل باللطف ويعامل بخفض الجناح وبالذلة. والمراد بالذلة ليس معناه أن يكون ذليلا، وإنما المراد هو لين الجانب. واخفض جناحك للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل السماحة والرفق في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبلت منه الدعوة. فلو كان فظا غليظ القلب، يعني قاسي القلب، لانفضوا من حوله ولم يجتمعوا عليه ولم يؤمنوا به ولم يقبلوا دعوته. ولذلك يستفاد من هذه الآية أن لين الجانب والرفق من أعظم أساليب الدعوة التي يجب أن يتحلى بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون رفيقا لين الجانب خاصة عند الدعوة. ولذلك انظر إلى قوله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم بالذهاب إلى فرعون، فقال لهم: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه فرعون الذي يقول: أنا ربكم الأعلى. ولكن في مقام الدعوة أمرهم بلين الكلام، من أجل ماذا؟ أن يتذكر أو أن يخشى. فلذلك مقام الدعوة ينبغي فيه التلطف وينبغي فيه الرفق، ولكن إذا اقتضى المقام أن الإنسان يكون عنده غلظة وشدة فإن لكل مقام مقال. قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذين ظلموا منهم
فإنهم لا يجادلون بالتي أحسن، وإنما يجادلون بما يناسب حالهم ووضعهم، فيجادلون بالشدة بالغلظة إلى غير ذلك مما يناسب الحال والمقال. فهنا قوله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فيه حث على التخلق بلين الجانب والرفق خاصة في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه، وهذا حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وهذه مبالغة في الحث على التصدق ولو بالقليل ولو بشق تمرة، فقد تدخل الجنة بهذا الشق الذي تبرعت به. ولذلك من أعظم الأعمال الصالحة التي تنجي العبد يوم القيامة الصدقات، ولذلك المرء عندما تقبض روحه يتمنى أن يرجع إلى هذه الدنيا ليتصدق، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. فالصدقة صلاح، وهي من أعظم ما يتمنى المرء بعد موته أن يعود إلى هذه الدنيا فيفعل هذا العمل الصالح. والأدلة في فضل الصدقة كثيرة جدا، ولكن الشاهد لهذا الباب قال فمن لم يجد يعني شق تمر يتصدق به فليتصدق بكلمة طيبة. المسلم قد لا يستطيع أن يتصدق لعدم المال، قد يكون فقيرا، يكون معدوما، ما يستطيع أن يتصدق ولو بشق تمرة، فليتصدق بكلمة طيبة. الكلمة الطيبة الكل يستطيعها، الكل يقدر عليها، الكلمة الطيبة عامة، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم كلمة دون كلمة، فكل ما هو طيب عند الناس من الكلام فهو كلمة طيبة يؤجر عليها الإنسان. فالترحيب والتهليل وذكر الله والسلام، الكلمة الحسنة، جبر الخواطر، بكل ما يسمى كلاما طيبا فهو كلمة طيبة وهو صدقة يتصدق بها المسلم على نفسه. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، والمسلم يعود نفسه على الكلام الطيب، وأعظم الكلام الطيب هو ذكر الله والدعوة إلى الله والتعامل مع الناس بالخلق الحسن، كل هذا يدخل في الكلام الطيب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة. فالكلمة الطيبة من الصدقات، فالإنسان لا يبخل على نفسه، كلام الطيب ليس مالا يؤخذ منك وإنما هي كلمة أجر عليها. آخر ما ذكر المصنف في هذا الباب قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا، هذه كلمة عامة، لا تحقر أي معروف، فإنك لا تعلم أي معروف تدخل به الجنة وأي معروف تنجو به من النار، فلا تحقرن أي معروف. فهذا المعروف الذي تفعله ولو كان صغيرا في عينك أو في أعين الناس قد يكون هو سبب نجاتك من النار. مثاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى شوكا على الطريق فأزاله عن الطريق فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. إماضة الأذى على الطريق، شوك في الطريق أزاحه. قد يكون هذا العمل في نظر الناس قليلا، ولكن هذا العمل كان هو سبب شكر الله لعمله ومغفرة الله له ودخول جنة النعيم. فلا تحقرن من المعروف شيئا. ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إذا طلاقة الوجه من السنة، فلا تكن عبوسا، كن طليق الوجه، فإن هذا من السنة وتؤجر عليه. ولذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وقد تبسم في وجهي. قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي. وكان هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يلقى الناس بالوجه الطليق بالابتسامة التي هي صدقة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. لذلك على المسلم أن يتحلى بهذا الخلق الحسن، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون في جميع الأحوال على هذه الحال، فقد يقتضي المقام والحال أن يتمعر الوجه كأن يرى منكرا، أو أن يرى فعلا يستحق أن يتمعر
وجه الإنسان عليه، وقد جاء هذا في السنة كثير، ولكن الأصل أن الإنسان يكون طليق الوجه مبتسماً في كل أحواله، إلا إذا اقتضى المقام أن يكون هناك تمعر كأن يرى منكراً أو نحو ذلك. ومما ذلك مما جاء في السنة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ضالة الغنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. ثم سأله عن ضالة الإبل فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما لك ولها؟ فالراوي قال: تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن ضالة الإبل. وأيضا عندما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أبي بكر عندما حدث خلاف بينهم، وجاء أبو بكر يعتذر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلم يقبل عمر في أول الأمر، فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، يغفر الله لك يا أبا بكر، إذا لم يغفر لك عمر يغفر الله لك يا أبا بكر. فعمر رضي الله عنه ندم ثم ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسأل عنه فلم يجده، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. انظر، تمعر النبي في هذا الموقف على خلاف حصل بين عمر وبين أبي بكر، وعمر لم يقبل اعتذار أبي بكر، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشفق عليه أبو بكر وجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله أنا أظلم أنا أظلم، كررها مرتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته العظيمة، قال صلوات ربي وسلامه عليه: لقد أرسلني لقد بعثني الله إليكم وقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، هلا تركتم لي صاحبي هلا تركتم لي صاحبي. الشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه في هذا المقام وفي هذه الحالة لاقتضاء المقام أن يتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل أن الإنسان يكون أن الإنسان يكون يعني متبسما طلق الوجه، فإنه يؤجر على ذلك. وطلاقة الوجه والابتسامة دليل على التواضع، ولذلك تجد أهل التواضع مبتسمين طليقي الوجه، أما من كان فيه كبر فتجد الغالب من أحواله أنه عبوس قمطرير، وهذا دليل على التكبر. فالابتسامة وطلاقة الوجه من السنة ودليل على التواضع. نسأل الله سبحانه وتعالى يعينكم على كل خير ويجنبنا وإياكم كل شر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.